على ماذا يحدث في معسكر النادي الأهلي. كريم اتفضل. كل التحية ليك يا كابتن اسلام، وكل التحية لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. في البداية طبعا بنتمنى كل التوفيق، النتيجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن لابد التمسك بالأمل، اللعب بجدية برجولة كالعادة. إن شاء الله لعيبة النادي الأهلي تكون في الميعاد، بنتمنى يومنا يكون بكرة كابتن اسلام زي ما كانش يومنا في المباراة الأولى، مباراة صن داونز والنادي الأهلي. بنتمنى النهاردة كل الظروف بكرة إن شاء الله تكون مع فريق النادي الأهلي، المعنويات مرتفعة، التوفيق يكون معانا، أرضية الملعب، الجمهور اللي بنأكد عليها كابتن اسلام، خلاص جمهور النادي الاهلي عمل اللي عليه على ما اعتقد بعد نفاذ يعني بيع التذاكر بالكامل، وان شاء الله باذن الله حضور 30,000 هيكونوا 60,000، يعني 30,000 يكونوا بمثابه 60,000 مشجع في استاد برج العرب. مباراه غايه في الاهميه وغايه في القوه لفريق النادي الاهلي. ابدا معاك في البدايه النهارده بانهاء النادي الاهلي تدريبه الاخير واستعداداته الفنيه على استاد برج العرب. تدريب النهارده كان الساعه 4 عصرا، لكن قبل المران كالعاده المؤتمر الصحفي الخاص بمستر مارتن لاسارتي وحضور كابتن من كباتن فريق النادي الاهلي كابتن رامي ربيعه، الحديث طبعا على اهميه هذه المباراه، انك مستر مارتن اشتغل ازاي مع لعيبه النادي الاهلي خلال ال 48 ساعه الماضيه على الجانب النفسي والتاهيل لهذه المباراه. الظروف صعبه انت عارف يا كابتن اسلام، والامل متواجد، لكن بنتمنى بكره ان احنا النادي الاهلي نشوفه في تصحيح الصوره. مهم جدا النادي الاهلي غدا يصحح الصوره بشكل كبير. جمهور النادي الاهلي منتظر اداء، منتظر جديه، منتظر عزيمه والحفاظ كمان على قيمه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي. كل ده بنتمنى ان شاء الله ان احنا نشوفه بكره. لكن بشكل عام لو ارجع معاك للتدريب الاخير لفريق النادي الاهلي، كانت جرعه تدريبيه قويه لمستر مارتن، اجتمع باللعيبه يمكن يعني نقدر نقول فتره مطوله شويه، يعني اجتماعات فرديه كالعاده، اجتماعات جماعيه ايضا كمان على هامش المران، اجتماع بالجهاز الفني، في امور فنيه كثيره جدا متدار لهذه المباراه. لكن اكيد بنتمنى التوفيق بكره، خلاص زي ما بنقول نتيجه على ربنا سبحانه وتعالى، لكن لابد الاجتهاد، لابد لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تكون في الميعاد، الكل مركز، الكل متواجد. كمان نقطه مهمه جدا، استمرار الدعم الكبير بمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، كان متواجد كالعاده في استاد برج العرب لمتابعه ومؤازره فريق النادي الاهلي، بحضور ايضا كمان امين الصندوق خالد الدرندلي، المهندس خالد الدرندلي، وايضا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، المهندس خالد مرتجي، كل مجلس الاداره على قلب رجل واحد بجانب الجماهير اعضاء ومسؤولين، الكل غدا يكون متواجد في استاد برج العرب. النتيجة زي ما بنأكد وبنقول نتيجة بتاعت ربنا، لكن مش معنى النادي الأهلي يخسر بطولة الأمر هيكون خلاص انتهى الأمر، لسه النادي الأهلي عنده مشوار طويل. النادي الأهلي سيبقى وسيظل هو صاحب البسمة وصاحب السعادة لكل الجماهير المصرية وليس جماهير النادي الأهلي فقط. أنا معاك يا كابتن إسلام لو فيها استفسارات. لا يعني يا كريم طبعا دايما كالعادة دايما موجود، ولكن قول لي برضو الدنيا مشيت إزاي النهاردة، شكل اللاعبين عامل إزاي، خصوصا هل اللعيبه لسه بتفكر في مباراه الدوري السابقه وتصدر النادي الاهلي كالعاده للدوري العام المصري، ولا الموضوع خلاص اصبح ان احنا دلوقتي بنفكر في مباراه بكره بس؟ أكيد لك يا كابتن اسلام، وانت كنت واحد من نجوم فريق النادي الاهلي، الفصل الكبير والمميزات لعيبه النادي الاهلي هو الفصل من بطوله الدوري العام وهذه المباراه. هذه المباراه ليست في البطوله الافريقيه فقط، ولكن ليها حسابات خاصه مع لعيبه النادي الاهلي بالتحديد، وليس بالنسبه لنقاط المباراه وبالنسبه ايضا كمان لاهداف المباراه. انا عارف ان الامر صعب وعارف ان احنا لابد ان احنا نصل لست اهداف، لكن اللعيبه فاصله بشكل تام جدا هذه المباراه، مباراه مصر المقصه. بالفعل كان جانب معنوي بشكل كبير ودفعه معنويه كبيره لعيبه النادي الاهلي، وده اللي احنا كنا بنسمعه من اللعيبه بشكل بسيط جدا، لكن عايز اقول لك في عزل تام بين اللعيبه يعني اقول لك ما حدش بيكلم حد يا كابتن اسلام، الكل من الملعب الى فندق الاقامه الى الغرف الى المطعم، الكل عنده هدف بكره ان شاء الله، وهو ان النادي الاهلي يسعى بشكل كبير لتصحيح الصوره والظهور بالشكل المميز المعروف عن النادي الاهلي. النادي الاهلي بطل تاريخي لكل البطولات الافريقيه، لابد ان شاء الله غدا النادي الاهلي يظهر بشكله المعتاد، اللعب بجديه، اللعب بقتال كالعاده، ان شاء الله يكون متواجد بكره. لكن باكد لك الكل في حاله تركيز، الكل مركز لهذه المباراه، بنتمنى يعني اكثر من مره بنتمنى هذا الامر ان بكره يكون يومنا كابتن اسلام ان شاء الله. كل الظروف وكل العوامل وجمهور النادي الاهلي اللي ان شاء الله يكون ليه مفعول السحر السند والدعم الحقيقي في كل المحافل، النادي الاهلي في لحظه الانكسار جمهور النادي الاهلي معاه، وفي لحظه الانتصار ايضا كمان جمهور النادي الاهلي معاه. دعواتك يا كابتن اسلام ودعوات كل الاهلاويه اللي بتتابعنا من خلالك من خلال ملعب الاهلي، ان شاء الله باذن الله غدا باذن الله النادي الاهلي يصحح المسار وتكون المباراه تليق باسم ومكانه النادي الاهلي. كريم برضو عايز اسالك، هل هناك اي امور واضحه لتشكيل غدا؟ من الذي سيبدا المباراه؟ من سيكون في بدايه المباراه؟ من اللي هيقعد احتياطي؟ ولا لسه لم تتضح اي الامور؟
لا يمكن اقدر اقول لك كابتن اسلام يعني مستر مارتن كان النهارده يعني كل تدريبه شاركت في المران النهارده ما كانش في جمل تكتيكيه كثيره على قد ما كان في تصحيح اخطاء لبعض الجمل، لكن كان في اخفاء تام للتشكيل. ممكن نشوف مفاجات بكره، المباراه ليها حسابات فنيه عديده كابتن اسلام وانت تعلم هذا الامر. ممكن نشوف عدد من اللعيبه يعني ممكن يكون شارك في المباراه الماضيه وهي مباراه مصر مقص، لكن ما نقدرش نقول على تشكيل متوقع او بعض العناصر الجاهزه لهذه المباراه. لكن اكيد كالعاده غدا باذن الله قبل المباراه نكون بنحاول طبعا نتخصص المعلومات ان احنا يكون معانا بعض المعلومات عن التشكيل المتوقع او التشكيل اللي هيخوض بيه النادي الاهلي مباراه الغد الاهلي وصن داونز بطل جنوب افريقيا. كريم، دور مجلس الاداره تكلمت عنه، ولكن وجود الكابتن محمود الخطيب، وجود الاستاذ خالد الدرندلي، وجود بقيه اعضاء مجلس الاداره والاستاذ والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، هل الكابتن محمود وقف مع حد من اللعيبه، اتكلم مع حد من اللعيبه؟ الاستاذ خالد الدرندلي، الاستاذ العميد محمد مرجان، يعني برضه الناس بتحب تعرف ماذا حدث في ظل هذه الكواليس. كابتن خطيب طبعا النهارده في مدرجات الاستاد وهو بيتفرج على تمرين الفريق. بعد التمرين مثلا يا كريم، هل وقف مع حد؟ هل اتكلم مع حد؟ ايه اللي حصل؟ يعني احكي للناس. لا يمكن اقول لك لو بتكلم تحديدا على كابتن محمود الخطيب، لا يعني كنا متواجدين في الملعب وبالفعل تواجد في المدرجات لمتابعه فريق النادي الاهلي، لكن قبل ما المران ينتهي كان الكابتن محمود مغادر لاستاد برج العرب، توافد بعديه طبعا المهندس خالد الدرندلي، المهندس خالد مرتجي يمكن لسه واصل من لحظات، العميد محمد مرجان، كابتن بيبو يمكن ليه حديث وليه جلسه مهمه جدا. انت عارف طبعا كابتن اسلام في مختار التتش بعد المباراه الاولى، لكن خلاص الكابتن بيبو بيدعم وبيساند لكن من على بعد، خلاص بيترك الامر فنيا لمستر مارتن وجهاز الفني، الدعم متواجد والمسانده متواجده لكن من على بعد خلال هذه المباراه، شفناه في المدرج فقط لغير، لكن بالتاكيد هيكون متواجد غدا صباح غد ان شاء الله مع لعيبه النادي الاهلي. لابد يكون في يعني بعض الكلمات التحفيزيه بقيمه القيمه الكبيره لكابتن محمود الخطيب كرئيس لمجلس اداره النادي الاهلي، لكن الكل مساند ومدعم، لكن في حرص ان ما يبقاش في اي يعني حديث مع اللعيبه، الامر متروك خالص للعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني يا كابتن اسلام. تمام، بكره ماذا سيحدث يا كريم؟ ايه اللي هيحصل بكره ابتداء من الفطار ثم ما بعد الفطار الغداء والمحاضره الفنيه؟ يعني احكي لنا برضو بكره ماذا سيحدث، لان انت كمان وانت بتتكلم معايا دلوقتي بتفكرني يعني النادي الاهلي نادي مؤسسي او نادي مؤسسه، هو ده اللي انا لازم دايما او بقوله لحضراتكم، ان النادي الاهلي نادي مؤسسه. هناك خطا، الكابتن محمود الخطيب المشرف على الكوره قعد مع الفريق اتكلم معاهم، الموضوع انتهى، ملوش بقى علاقه باي حد. انا عشان كده كنت اقصد اسال كريم بماذا حدث، هل اتكلم مع حد؟ هل وقف مع حد؟ في بعض الانديه دايما تلاقي ايه هنا وبينزل هنا، اعضاء مجلس الاداره ورؤساء الانديه بينزلوا هنا ويقعدوا يتكلموا مع اللعيبه وهنعمل فيكم وهنخلي فيكم. لا، ولكن زي ما قلت لحضراتكم العمل المؤسسي داخل النادي الاهلي واضح جدا، فانا عشان كده بس حبيت ان انا اسال هذا السؤال. برضو قول لنا بكره كريم ماذا سيحدث من اول ما اللعيبه تصحى وحتى بدايه المباراه. غدا كابتن اسلام كالعاده يكون فطار صباح الفريق للنادي الاهلي، يعني في اغلب المباريات اللي بتبقى توقيتها الساعه 6 بيكون الفطار فري بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، على ان يكون الغداء يعني الساعه 1:30 الساعه 2 ظهرا بيكون غداء فريق النادي الاهلي. محاضره فنيه اخيرا ان شاء الله تكون هنا في فندق الاقامه 4:15 كابتن اسلام، ان شاء الله 4:30 تكون المحاضره الفنيه لفريق النادي الاهلي، ومن بعدها مباشره التواجد كالعاده طبقا للوائح الاتحاد الافريقي قبل المباراه بساعه ونصف. يعني الامر ان شاء الله باذن الله نقدر نقول ان النادي الاهلي يتحرك 4:15 4:30 يعني بكثير قوي كابتن اسلام، متوجه الى استاد برج العرب اللي بيبعد 5 دقائق او اقل كمان من 5 دقائق الى من فندق الاقامه حتى ملعب المباراه. الكل جاهز يا كابتن اسلام والكل على قلب رجل واحد، ينقصنا كل التوفيق غدا باذن الله، وكالعاده غدا من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي يا كابتن اسلام يكون معاك لحظه بلحظه ننقل الاجواء واخر اخبار فريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. اللعيبه كلها دلوقتي اخر سؤال، اللعيبه كلها دلوقتي طلعت الغرف واللعيبه دلوقتي كلها مركزه في اوضهم ومستنيين بقى ان شاء الله بكره المباراه وماذا سيحدث في المباراه. مظبوط؟ بالتاكيد يا كابتن اسلام بالتاكيد، تصحيح لكلامك طبعا. قبل يمكن كان قبل لحظات او قبل ساعه ونصف كان في محاضره فنيه اخيره عقب العشاء كالعاده قبل المباريات او قبل المباراه ب 24 ساعه بيكون محاضره فنيه للجهاز الفني وللاعبي النادي الاهلي، انتهت بالفعل ومباشره توجه لاعبي النادي الاهلي الى الغرف استعدادات مكثفه، خلاص يمكن كل على اتم الاستعدادات غدا ان شاء الله باذن الله معاكم لحظه بلحظه يعني بصوت وصوره باذن الله كابتن اسلام ننقل لكم كل الاجواء هنا في فندق الاقامه. لكن باكد لك الكل متواجد في الغرف، الكل ان شاء الله
بيفكر فقط في مباراه الغد وحضور جمهورنا ان شاء الله بيأكد عليه من خلال الكابتن اسلام سيكون ليه كلمه السر غدا بغض النظر عن النتيجه. زي ما اكدنا وقلنا النتيجه في صالح النادي الاهلي او مش في صالح النادي الاهلي، الكل خلف النادي الاهلي، جمهور واعضاء وجماهير النادي الاهلي المعتاده المسانده بقوه خلال المرحله القادمه. انا بشكرك جدا يا كريم وان شاء الله نلتقي بكره على خير.